تحت المغرب. وانا اشكر جدا على الوضوح والصرح، اشكر جدا، ونظن الشعب الجزائري يشكر على هذا الوضوح. ماذا يقول هذا التصريح؟ انني كلما ضربت في الصحراء وكلما ضرب الجيش الموريتاني فسأضرب الجزائر، فسأعتدي على الجزائر. هذا كلام ملك المغرب. كلما توقع عملية في الصحراء فسأضرب الجزائر وسأعتدي على الجزائر. وباسم 18 مليون الجزائري، بأننا لن نعتدي أو لم ولن نكون البادئين بالاعتداء، ولكن سندافع على حدود بلادنا، سندافع عليها مثل ما دفعنا عليها بالأمس. اليوم ما تشوفوني غير في تندوف ونشرب الشاي فيها. ملا وسلولو بلي لو كان نشوفو في تندوف ويشرب في لاتاي براسهم ما نحيش لاغمي ونعطيهم لا يديرهم نعناع. Depuis ce matin 6h, la ville de Sigig est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Sidi.